عند جيرارد بيكي عند الكرة يمرر أليكس فيدال اللاعب اللي تعرض للإصابة لم يكن محظوظا في الموسم الماضي خصوصا في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي عندما تعرض الإصابة. هنا ميسي بمهاراته بالكرات الاعتيادية انطلاقة مميزة هنا فرصو جول 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 لا جديد على العادة دائما هنا الأرجنتيني يظهر علاقة عشق كبيرة بينه وبين الكلاسيكو وبين التسجيل في مباريات الكلاسيكو. بالفعل الأرجنتيني ظهر وعندما يظهر الأرجنتيني فإن الهدف قادم لا محالة وعندما يظهر الأرجنتيني فإن الهدف قادم لا محالة بهذه الصورة بهذه الطريقة برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق من تعودنا ومن اعتدنا على نشاهد دائما أن يسجل. هنا ميسي تقدم توغل وبالمهارة ماريا السلام الله الله هذا شيء طبيعي هذا شيء اعتيادي من هذا اللاعب نعم شيء طبيعي الأسطورة هو الأسطورة نعم هو الأسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. هذه الجماهير لها حق على هذه الأندية لها حق على برشلونة ولها حق كذلك على نادي ريال مدريد عندما نتحدث عن هذه الجماهير التي تعشق هذين الناديين حتى النخاع. لدينا فرصة محاولة قريبة هذه المرة فرصة للثاني جول جول والبارسا يبدأ سريعا يبدأ قويا يبدأ ضاغطا يبدأ مسجلا لهدفين. هذه المرة الكرواتي فان راكيتيتش هو من سجل الثاني الأهداف. راكيتيتش هو من تمكن من التسجيل بكرة وبتسديدة يمينية قوية سكنت في شباك الحارس الكوستاريكي وأعلن من خلالها كيلور نافاس عن هدف ثاني لمصلحة البارسا في هذه الأثناء. نيمار في البداية بهذه الصورة يا سلام التفويت أتى من سواريز وبعد ذلك التسديدة اليمينية بالكرة اليمنى القوية وبالتالي الهدف الثاني الذي يسجل في هذه اللحظات لمصلحة برشلونة. برشلونة ناوي في هذا اللقاء شاهدنا القوة وشاهدنا طبعا البداية السريعة وشاهدنا الضغط العالي منذ البداية في هكذا هو الكلاسيكو وهكذا هو السجال المستمر ما بين ريال مدريد ونادي برشلونة. لدينا محاولة للميرينجي فرصة خطيرة مرور ممتازه الله جول الله فارق في هذه اللحظات والكرواتي رد على الكرواتي كوفازيتش رد على راكيتيتش بتسديدة يمينية قوية وسجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد في هذه الصورة وبهذه الطريقة. طبعا هذه ليس إعادة الهدف وإنما الإعادة المناوشة التي حدثت بين كارفاخال لكن هنا الجمال هنا الهدف هنا التسديدة اليمينية وهنا الهدف الذي سجل كوفازيتش بكرة يمينية لم يتمكن منها الهولندي الحارس سيليسن. مباراة جميلة مباراة حية وليت كل المباريات الرسمية ليت كل المباريات الرسمية وليت أي كلاسيكو رسمي ما بين الفريقين يبدأ بهذا الرتم ويبدأ بهذا السجال ويبدأ بهذا الصراع الجدية محمل للمدربين في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. لدينا ركنية كرة ترسل عالية داخل منطقة جزاء وراسية هنا تحضر من المدافع في الكرة الماضية بتعود بعد ذلك مرتدة بنالي هجمة مرتدة منظمة أسنسيو يتقدم أسنسيو مرر بصورة مثالية تلاقى لا تأتي محاولة لمصلحة الريال بعد ذلك المرور يا سلام الله 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 هدف التعادل ولكن بطريقة منظمة بطريقة جمالية رائعة من هذا اللاعب أسنسيو هو من بدأ الهجمة هو من بدأ الهجمة وهو من أنهى الهجمة وهو من سجل الثاني الأهداف لمصلحة الملكي في هذه اللحظات. بهذه الصورة أتت الانطلاقة فالتمريرة فكرة الرد من كوفازيتش بهذه الصورة يا سلام يا سلام مر وتقدم وسدد بكرة يسارية استقرت في الشباك الهولندي للحارس الهولندي سيليسن وبالتالي ريال مدريد يعود من جديد في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل عن طريق هذا الشاب أسنسيو اللاعب اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. كلاسيكو الأربعة الأهداف في 36 دقيقة لمصلحة البارسا في هذه اللحظات.
خطأ لبرشلونة، كرة ستنفذ لمصلحة البارسا. لدينا هنا نيمار يرسل كرة عالية، جيرارد بيكي، وثالث الأهداف لبرشلونة في هذه اللحظات. هذه المرة هو يحب دائما أن تتاح له هذه الفرصة وأن يسجل تحديدا في مرمى ريال مدريد، وهنا جاءت الفرصة وسجل جيرارد بيكيب الهدف الثالث لمصلحة برشلونة في هذه الأثناء، بهذه الصورة، بهذه الطريقة. المراقبة لم تكن موجودة على قلب دفاع البرشلوني في الجانب الهجومي، وبعد ذلك بهذه التسديدة استطاع أن يسجل ثالث الأهداف في هذه اللحظات لمصلحة برشلونة. نعم نعم، هو يحب دائما أن يسجل خصوصا في مرمى ريال مدريد، وياما تمنى هذه اللحظة. ولكن هنا على مستوى هذه المباراة الودية جيرارد بيكيه يتمكن من تسجيل الهدف الثالث.